لحظات وانطلقت هذه الشعارات. ونبدأ مع شوطنا السابع الذي خصص للجعدان الحقايق. نسير مع المركز الأول، نسير مع صدارة هذا الشوط، نتقدم مع الشارد للسلطان بن فهد بن عبد الله الشمري المتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني هداج اللي على المركز الثاني أحمد بن محمد بن كراز المهيري نتأخر إلى المركز الثالث لنرى هناك الوصول مع انطلاقة وتحديات سراب علي بن سيف بن حمد الدرعي المتقدم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع مع أدهم مبارك بن سويد بن زايد المنصوري والتقدم على خامس المراكز. من بدأ على المركز الخامس هنا في هذه اللحظات مع شاهين مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي والتقدم على سادس المراكز. هناك الوصول مع المركز السادس شاهين ناصر بن محمد بن سعيد الدرعي، وتحرك سوقان في هذه اللحظات لسعيد بن عبد الرحمن القحطاني بدأ يتحرك في هذه اللحظات ويتقدم في هذا الانطلاق. المركز الثامن ثامن المراكز شاهين أحمد بن سعيد بن مكتوم الينيبي، أما تاسع المراكز هناك مع الانطلاق مع تاسع المراكز هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة طماع سيف بن هزاع بن سالمين الجلباني، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة الأولى، العودة إلى الصراع والنزاع، العودة إلى المراكز الأولى المتقدمة. من تقدم هناك هداج ينطلق على المركز الأول، ينطلق بالصدارة الأولى بشعار أحمد بن محمد بن كراز المهيري المتقدم على المركز الأول. أما ثاني المراكز فهو سراب العلي بن سيف بن حمد الدرعي، بدأ الصراع وبدأ النزاع ليتقدم على المركز الثالث سوقان بشعار القحطاني سعيد بن عبد الرحمن بن قبضة القحطاني الواصل على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع تهمدهم في هذه اللحظات لمبارك بن سويد بن زايد المنصوري، والوصول مع شاهين المتقدم في هذه اللحظات ناصر بن محمد بن سعيد الدرعي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصراع الأول، العودة إلى سراب. من تسرب مع علي بن سيف بن حمد الدرعي ليتقدم على المرتبة الأولى، ليتقدم على الصدارة الأولى، ليقدم لنا هذا الشعار الجميل. ولكن الوصول هناك مع طماع، مع طماع الذي تقدم بشعار سيف بن هزاع بن سالمين الكلباني المتقدم على المرتبة الثانية، والوصول هناك مع المركز الثالث مع انطلاقة الزير. وصل المهلهل في هذه اللحظات بشعار مبارك بن سالم الميدان العفاري ليتقدم الزير، ليتقدم الزير على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. بدأ هناك دكتور على المركز الأول لسعود بن سالم بن راشد الساعدي، انطلق على المركز الأول، انطلق بالصدارة، والثمين الواصل ثمين المتحرك لمحمد بن مبارك بن سعيد المهيري. الله يا اللحظات الأخيرة، يا اللحظات المثيرة، هناك ثمين 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 تجاوز الثمين، ولكن المركز الأول هناك مع دكتور، دكتور وثمين، ثمين 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 ودكتور واللحظات الأخيرة. ولكن تهانينا لمالك ثمين محمد بن مبارك بن سعيد المهيري على هذا الفوز والانتصار الجميل، والسلام يا ميدان التراث، سلام على هذا الإنجاز الجميل.
والسلام يا سويحان والسلام يا ابو سلطان. المركز الثاني وصل دكتور لسعود بن سالم بن راشد السعدي من وصل على المرتبة الثانية، اما المركز الثالث فوصل هناك مع انطلاقة شاهين خالد بن لاحد الحلامي الاكتبي الواصل مع المركز الثالث، اما رابع المراكز فوصل فيه مع مياس عبد الله بن مبارك بن حية الشمسي. اذا متابعين الكرام مستمعين الأفاضل شاهدنا هذا التحدي والتوقيت الزمني 5:58 وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك ثمين محمد بن مبارك بن سعيد المهيري من أهدى النواميس إلى أهالي ميدان سويحان. أما المركز الثاني دكتور وكان توقيته الزمني 5:58 وستة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك دكتور سعود بن سالم بن راشد الساعدي من وصل على المرتبة الثانية، أما ثالث المراكز فكان التوقيت الزمني 6:01.3 من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار من كان هناك شاهين لخالد بن لاحد الحلامي الاكتبي. تهانينا والناموس.